خد مالهم سيستم يشبه بس هو فورم دي بنفذ في الويب سما كليسي دي بوتون كليسي جريد بلا دي بلا كل سما عرفت دي كل شيء بعد خرجت الكليسي دي وبعد خرجت ركزت من الميكروسوفت بعد الخبرة تاعي سما تقريبا في المرحلة هذه كانت من دلفي وليت سالي سي شارب خرجت السيستم اللي يقولوا له ام بي سي ام بي سي يعني اصلا دوت ام بي سي في المرحلة هذه الميكروسوفت قررت تستخدم فريم ورك مبازي على ديزاين باترن ام بي سي وكريو تريك يسموه رازور هاندر ولا رازور بيور ولا اشياء من هذا الكل لازم يبعضهم ثم رازور هذا الشيء هو تخدم السي شارب في البارتي كليون ثم وشيء عندك ثم قسم الابلكيشن تاعك شو اللي يعرف لو بي سي ده كان يعرف ولا ما كانش لو بي سي موديل نيو كنترول هذا ديزاين باترن اللي يسهل لك تقسيم المشروع الى ثلاث طبقات طبقه المودل طبقه الفيو وطبقه الكنترولر المودل هي اللي عندها علاقه مع الرواتب ولا مع الملفات ولا لا تعطيك انرجي مودل المودل هذا يهز الكنترولر يقول له ساق هذا المودل اروح هنا ابعث الفيو ما في شيء هو اللي يقوم الكنترولر هو اللي يقوم ثم تعد عندك طوارئ طلبات طوارئ ابلكيشن ليسونسيال الابلكيشن تاعك مقسومه الى ثلاث مناطق هذا هو الان بي سي والكنترولر هو اللي يتحكم قال عمر لي الفيو هو اللي يقوم قال هات لي الفيو ابعث عمر لي الموديل ابعث الفيو في شيء يقول لي هات اكسيوم الفيو نفذها على الباز دوني ثم الكنترولر هو اللي يقوم مايكروسوفت الناس كلهم اللي تهضر بالان بي سي في الطريقه هذه مالي مايكروسوفت قالت انا نخدم اصلا دوت ام بي سي وخدمت لنا واحد السيستم تاع رازو وين تدير السي شارب يقول لنا ينفذ على كوتي كليو كوتي باك اند يعني كوتي سيرفر مي نكتبوا السي شارب هنا في الكليو في البارتي كليو تكتب السي شارب لاشي ما تخلط مع السي شارب في الاخير ريزلتات تخرج اشي تسمى كشوف راه شو اللي راح يجي تاع التدريب هنا بس بطريقه سوفيستيكي شوي جيني انا شي ما طرق جبال ولا سي سي شارب تحت الوجه هذا السي شارب هذا هو الرازور بيور وبعد ثاني جمعت الاخرين ثاني خرجنا من سي مع جي اس اف وجمعت جافا وبعد رحنا لهنا شاو اللي زابني هنا راه تحكي لي زابني علاه دوكا المفهوم تاع البرمجه تاع الويب تغيرت كانت بكري كي قلت لكم يا اما كلش كيما لي زابني تاع بكري هذا هنا هذه ابي وهذه ايزابي تعتقد تخدم كلش في السيرفر تخدم كلش في السيرفر تخدم كلش في السيرفر هذا البارتي تاع السي شارب هذاك ثاني نفذ في السيرفر بصح ريزلتات تجي في الكيلو ثم هنا رانا نعملوا كلش في السيرفر فهمت كيف تغير المفهوم بظهور ملا لي ابي اي لي ويب ابي اي ماشي هو الويب ابي اي الويب ابي اي هو تطبيق يتحط في السيرفر ويعطيك هو عباره عن خدمه يتحط في السيرفر وتبي تسحب حاجه تقول له اعطيني اعطيني هذيك الحاجه اعطيها تعطي شيء هذا اللي واش حاب هذاك اللي يقول له اعطيني ويعطي شيء يسموه فرونت اند ولي هذا يسموه باك اند لا بي هذه يسموها باك اند باك اند لان ما شفتوهاش حنا واش نشوفوا نشوفوا البارت فرونت اند لا تفرج ومن بعد نهضر على فول جي اس نمشيو فول جي اس مع هي نهضر على البارت فرونت اند والباك اند يعني جافا سكريبت ايضا ثم هذا جافا سكريبت وهذا جافا سكريبت يسموها فول جي اس ندخل من الجيس ونهضر على المجال ان شاء الله فيه هذه اللي ظهرت هذه الحديثه هذه الامور اللي ظهرت وكاين هنا لقاء كاين امور نهضر عليها ان شاء الله ربما نتاكد من هذه الجمله ها ربما يحكموها ربما هنا نهضر عن باش تحكموا الاسامي باش نهضر زعما نجبد المصطلحات ساعات ما تفهمش روحي نجبد المصطلحات باش تقعدوا مش فاهمين المصطلح ما تفهموش الموضوع هذا اللي هو جافا سكريبت سي شارب دلفي جافا واضح شكرا هذا السؤال في الموضوع استغلوا ولا تكوا شيخ ما يشتغل هذا هو ما عرف فين يطلع هاي هذا اللي لونجاج واضح هذا اللي لونجاج بالبروغراماسيون هذا شنو كان بليس بليس كان بليس لونجاج بين انا هسيت لي نعرف كان رياكت ناتيف كان ليكس مانا كان فاير مونكي وكان جافا هذا هضرنا عليهم في العام اللي فات زيد هضر عليهم هذا زيد جافا ما كانش دور عليه حتى ان شاء الله
الاسلاميه هذا اللي درت عليهم اللي هما الوهابيين، شكون يقدر يخدم لي في جافا سكريبت نخدم بها وهابيين؟ هو اسمه اكسبريس فروم وان، بصح بلا نوت جي اس ما يمشيش. من موتور هو النوت جي اس، نهضر على النوت جي اس، لازم نعرف النوت جي اس لانه هو يخدم لي الباتي باتن. هذا باتن، هذا فرونت اند بس لوبي، وهذا فرونت اند ويب. النوت جي اس من بعد كان دوت نت كور، دوت نت كور هو فروم وورك تاع مايكروسوفت. بعد ما خرج اسبي دوت نت كلاسيك خرجت اسبي دوت نت كور. كنا نرجعوا ورات سيرفر جمعت تقريبا عندهم سيرفر اللي يخدم على بي اللي هو اسمه رات سيرفر، وجمع الجافا عندهم سكرين. نرجعوا للتفصيل نكملوا. الباك اند هذا الباك اند وهذا الفرونت اند. الفرونت اند شنو هو؟ هو اتش تي ام ال سي اس اس وجافا سكريبت. وكما قلنا جافا سكريبت هي مجموعه من الفريم وركات دركا مشهوره حاليا انجلار رياكت وفيو دركا شركه حاليا تركتو. الباتي باك اند هو دوت نت جافا بي اتش بي دلفي سيمفوني جافا سكريبت هذا بتعود اللي هي جي اس اي حاجه اي لغه اخرى بيتو جانجو جانجو. الباك اند هذا هو. بلا باك اند ما نقدرش نشوفوا السلعه في المخازن. بلا واحد خدام هذا هو الباك اند، هذا خدام ديفلوبر تاع الباك اند. هذا هو تخيلوا في المخازن لهنا وجدت سلعه، بلا سلعه ما يقدرش كاين الفرونت اند، وهذا ما عنده حتى دور. هذا ما يقدرش يعرف السلعه تاع الزبائن بلا ما تعود عنده سلعه. تسمى الباك اند ضروري. ما يبانش انا كي يجيك ليون هنا ما تعملش مع الباك اند ديريكت هو، جي انا نتعامل مع الفرونت اند. تسمى انا الاتيزاتور تاع السيت يخش نلقى بوطون نلقى ريفيو نلقى كومبو بوكس نلقى كذا 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 نجليسي نخف نكليكي نتعامل مع الفرونت اند. بصح هو كل حاجه نديرها من هنا هذه الفلاش ميزه لابد انها جات من هنا. كما جا هذه الراي جات من كركم من كركم. هذا هو كل شيء باك اند شيء فرونت اند واضح. صافي كنت تعبان.